فريق مركز كل هذا للدراسة وقياس الرأي العام العراقي، يعني ارتأى أن يختار موضوع غير عادي حقيقة. غالبا ما كان العراقيين يعني يتطرقون إلى مواضيع ربما متداولة، لكنه قررنا أن نحدد هذا الإصلاع بسؤال يعني واحد فقط، ليس ضمن نطار الأسئلة المتعددة، وهو سؤال أيضا مغلق لأنه يضع بين خيارات أنه يختار ما بين بايدن أو ترامب، أو أنه يقول لا أعلم كخيار لعدم التفضيل أو لعدم الدراية أو عدم الاهتمام مثل ما تفضلت حضرتك. وبالتأكيد توصلني إلى هذه العينة. العينة في مجال البحث المبحوثين أعتقد أنه هذه نسبة كافية للإلمام ب يعني الآراء، يعني حتى لو ربما مضاعفتها أعتقد لن تخرج في إطار هذا العموم، لأنه هذه العينة تؤخذ كعدد تناسب مع عدد سكان كل محافظة وقياسها، ثم محاولة استطلاع هذه الآراء. حقيقة لا أخفيك سر أنه هذا 2200، حتى في النساء كان النساء 388 امرأة شارك أيضا من 2200، يعني بحدود 32.3% هذه النسبة، وخرجت لنا هذه النسبة. أعتقد أنا شخصيا كنت أعتقدها عكسه، كنت أعتقدها أكبر لتراب لسببين أساسيين. أنا أعتقد هذه الخيارات محددة بسببين أساسيين. السبب الأول مثل ما تفضلت حضرتك، هنالك ذاكرة محملة بالعداء تجاه بايدن من العراقيين، أنه في مشروعه التقسيمي تجاه العراقيين. يعني تعرف هذا موضوع حساس جدا لجميع العراقيين، ان يتم يعني طرح مشروع التقسيم. صحيح هو يعني تخلى عنه وغير الزامي وغير الى اخره، لكن تبقى الذاكره العراقيه حقيقه محفوظه لبايدن انه هو صاحب مشروع التقسيم. هناك خشيه حينما يصل الى الرئاسه الامريكيه ربما يعاد تأثير هذا المشروع بطريقة وأخرى، فهناك خشية من قبل العراقيين في هذا الاتجاه.